هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير مبسوطين. رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نجيب احد الاسلحة المخفية في لعبة Red Dead Redemption 2، وسلاح اليوم عبارة عن فاس. صراحة الفاس يعني نوعا ما جيد وتدميجه جيد، واحلى ما فيه انه يعني ببلاش، اي شيء بلاش حلو. طبعا في المقطع الأسلحة اللي راح أخذته اللي هو الخوذة، خوذة الفايكنج وفاس الفايكنج. في هذا المقطع راح تأخذون فاس جديد. يلا في المقطع. بالنسبة لمكان السلاح في الخريطة، راح يكون شوية بعيد من المخيم، يعني زي ما تشوفون هنا المخيم، وراح يكون السلاح حقنا في هذا المكان تقريبا. يعني هو نوعا ما بعيد، لكن بما انه سلاح مخفي فيستاهل صراحة. لما توصل للمكان اللي حددناه، راح تمشي كمان شوية، راح تحصل زي البحيرة قدامك. في هذه البحيرة راح يكون فيها بيت، جنب هذا البيت راح يكون في السلاح اللي نبغاه. طبعا زي ما شفت في الجيم بلاي، هنا راح يكون مكان هذا الفاس. طبعا الفاس في لعبة Red Dead Redemption 2 زي ما قلت لكم في المقطع اللي راح، انه يرمي فقط، وتقدر ترجع تشيله، ما تقدر تحاربه، يعني تمسكه وتحاربه كذا زي السيف. لا، الفاس في لعبة Red Dead فقط يرمي، وراح يعطيكم مثال الآن. زي كذا تستخدم الفؤوس في لعبة Red Dead Redemption 2. ننهي المقطع، يلا ننهي المقطع. بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام. ما في تبليغ، راح اجيبك.